لو كان الناس كلهم صناع لفسدت الأرض، لو كان الناس كلهم تجار لفسدت الأرض، لو كان الناس كلهم أهل زرع لفسدت الأرض، لو كان الناس كلهم أهل ضرع وماشية وبوش وإبل لفسدت الأرض. هكذا تجد الحياة، هذا يسوي كذا وهذا يسوي كذا وهذا يخدم هذا وهذا يعين هذا، ما حد أحسن من حد، كل واحد يؤدي مهمته في هذه الحياة. قد يحتاج أرفع الناس مرتبة إلى أدنى الناس مرتبة ولا يستغني عنه. يعني أنا أذكركم وأنتم ممن عاش المحنة ويعني شهد المنحة ما مر على ولاياتنا من إعصار شاهين السابق الذي كان يعني محنة أصابت الناس، ولكن المنحة في بطن المحنة كما يقال. حصل ما حصل وأصيب الناس في أموالهم وأنعامهم وبيوتهم، وأنتم أهل المكان وتعرفون ما حصل في السويق وما حصل في الخابورة بشكل خاص وبعض الأماكن في المصنعة بدرجات متفاوتة، لكن هذا الأمر عم هذه الولايات وكلهم يعرفون، بل أهل عمان كلهم جزاهم الله خيرا يعرفون ما حصل في هذه البلاد، ولم يقصروا من هيئات رسمية أو هيئات مدنية وعامة الناس، الكل تكاتف في هذه المحنة وخفف من شدة هذه الأزمة، ووفر للناس على مدار أسبوعين تقريبا كل ما يحتاجون إليه من المؤان والفرش، وتبرع الشباب يعني من كل أرجاء عمان بإعانة المتضررين وإيصال الإعانات لهم ومساعدتهم في تنظيف بيوتهم، وأسبوعين وارتفعوا هذين كلهم صح، وقابل كل واحد من الناس هيش شغله وحده، يحتاج ألحام يلحم بعض السقف التي طارت، ويحتاج هبناي يبني بعض الجدر التي سقطت، ويحتاج سباك يصلح بعض الأشياء في بيته. هؤلاء الناس في الوقت السابق كانوا يعني يعرضون خدماتهم على الناس، خاصة في وقت اشتداد أزمة كورونا لما تعطل كل شيء كانوا يعرضون، يتمنى اللحام أن يلقى حد، لكن الله تعالى هكذا فتح الأرزاق للناس والبنائين واللحامين والسباكين والكهربائيين، وأصبحوا ما وابلين الشغل. فتجد حتى أرفع الناس قدرا يتصل بذاك السباك البسيط ويقول له عندي شغل، يقول له ما متفيق لك عندي شغل ضروري، يقول لك ما قبل أسبوعين أجيك، ما أستطيع قبل أسبوع. اللحام يقول لك شهر ما أجي يا رجال كذا، ويأخذ ويعطي معه ويحاول يتلطف ويتصل به ويأكد عليه ويقول لك اتصل بباكر أشوف إذا لقيت فرصة أحدد لك الموعد. يا سبحان الله، هو كان في وقت من أوقات يشوفه شخص بسيط، لكن هذه المحن تظهر حقائق الأمور صح. فتلقى هذاك يتصل ويهتم، وكان عنده أعوان والأتباع يقول له ما لا مهم جدا، نفسه يأكد عليهم، نفسه يأكد عليهم أكثر من مرة ويتابعهم ويتصل بنفسه ويرفع له السعر ويقدم له قيمة أكثر، وهيك مرتاح ويقول له لا بعد شهر ما عندي فرصة لين شهر. هكذا تستقر الحياة لو لم يكن هنالك تفاوت فيما بين الناس لما استقرت حياتهم.
والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا.